دشن وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق المخيم الطبي المجاني للعيون بالمكلا الذي تموله جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية الكويتية وتنفيذ جمعية الوصول الإنساني مكتب حضرموت بمعية نائب مدير مكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت الدكتورة فائزة العمودي والأمين العام لجمعية الوصول الإنساني الأستاذ سعيد الخامر. الجدير بالذكر أن المخيم استهدف في مرحلة المعاينة 500 حالة فيما ستجرى 200 عملية للمرضى الذين سيتم اختيارهم من قبل اللجنة المشرفة للمستهدفين الأكثر ضعفاً وتتطلب حالاتهم إجراء عمليات طارئة.